بكم تبارك الله عليكم، عدنا من جديد. مرحبا بكم. هذا الشكيل، هذه عبايه صيفيه مخدومه باليد، تبديله بارد راقيه جدا. جات المناسبه ان اللي لابسها، بغيت نعرض لكم الانواع اللي هما بحالهم ان شاء الله باذن الله مخدومين باليد. شي حاجه هوزغام، شي حاجه في اي بي، شي حاجه مزيانه بزاف اللي صالحه للجسم، صالحه لهذا الوقت، درجه الحراره 40، صالحه الى غير ذلك، وتبديله بارد بطبيعه الحال. عندي هذه الكميه اللي كتشوفوا، هذه غير نوع واحد من اللون، تقريبا اكثر من 50 وحده، وكاين العدد كبير ما شاء الله. هذه الحصيله ديال سنه، غادي نحاولوا ما امكن ان نعطيكم الانواع. اولا غنقدم لكم هذه اللوحه الفنيه، هذه العبايه، هذه التوب مليفه، هذه مترو 38، هذه المليفه الرقيقه، المليفه الرقيقه ديال الاميره. هذا الشيء كله مخدوم باليد اللي كنعرض لكم دابا. هذا لولا فيه واحد الرشيمات مرشوشة مترو 43، الصنعة ديال المعلم، السيفة رقيقة، القوزام طبيعة الحال. هادي توب لولان مخطط مترو 38، أنا كنحاول نعطيكم الأنواع. هذا توب آخر لولان بارد، شي حاجة مزيونة، تقريبا غتكون هادي شي مترو 42. هذا توب آخر كتشوفوا كي داير، رطب، يعني شبيه هذا بهذه الخدمة هذه الجميلة، الخدمة اليدوية، مترو 38 من طبيعة الحال. كاين هذه أكثر من مترو و50، هذه مليفة الأميرة، اللون ديالها أصفر بناني، شوفوا الزواق اللي فيها، كلشي باليد. هادو اللي كنقول شي حاجة مزيانة بزاف من طبيعة الحال. حاول تقرب لي إبراهيم. كاين هذه تاهي ممتازة بزاف، مخطة، هذا الزواق الجديد، لأن كاين السامبل دابا ولا هذا الشيء ديال هذه مترو 41. كاين هادي راقيه، شو ماشي غير رائعه، ممتازه، الزوقه فيها معمره دمخ، ممتازه بزاف، وشي حاجه نويضيه. كاين هادي، شوف اللي تو كي داير، لولان مرشوش، هادي مترو 38، لان هادي في المقاسات يعني الستوندار. كاين هادي مترو تقريبا 42، راقيه جدا. كاين هادي مليفه الزيتي، مبدل عليك الزيتي الاخر، مترو 40. كاين هادي، شوف توب كي داير، مخطط، هذه مترو 32. كاين هذه مترو 42، شي حاجه ممتازه بزاف، مليفه، شعله لوي كي داير. هذا توب اخر، هذا توب لولان، حتى هو ممتاز، مخدومه باليد، راني كنوريها لكم، راه شوف كيفاش هو هذا، كلها هو هذا مترو 38، هذه مليفه كذلك مترو 40، مخدومه صنعه المعلم. هذا الشيء اللي كنعرضوه كله صنعه المعلم. هانا على توب كي داير، توب بالكارو، مربعات صغار، مترو 44، بارد. كاين هذه المليفه مترو 42، ممتازه ما شاء الله. كاين هذا لولان مخطط، تاهي صنعه معلم، غدا بالبليغات كما كتشوف، مترو 46. كاين هذا توب اخر، هذه بالضفيره والدرس، مترو 50. كاين هذا السوزي رقيق، هذه شي مترو 32. كاين هذه، شوف التويب كي داير، الجمال ما شاء الله. واللي بغى شي وحده يحدد لينا الطول، شوف هذه كي دايره، الطول والعرض، شوف هذه كي دايره، مترو 35، شوف هذه كي دايره، تويب ممتاز، شي حاجه راقيه. شوف هذا، هادو من الاثواب الجميله الجديده اللي الان، من هذه مليفه في البوردو ولا الكرونه، مخدومه باللون الاصفر، هذا اللون اكري، هذا التوب ديالها رقيق، شوف كي داير، الاسود مخطط، هادو كلهم مخدومين باليد. شوف هاد اللوين كي داير، ما شاء الله، اللهم بارك. هذه مليفه حتى هي ممتازه، مترو 40، يعني 140 مول مترو 70 اتجي، مترو 41، ممتازه. كاين هادي مخططه، كاين هادي مليفه، هادو كلهم لوينات مزيونين. شوف على اللوين كي داير، مترو 36. هاتو بخور في اللمعان، سبحان الله، مترو 40، مترو 32، هذه مليفة بطبيعة الحال، هذه مليفة أخرى مترو 46، هذه مليفة السوزي في الصفار، شوف كي داير، ممتاز، هذه مترو 40، مليفة كذلك مترو 42، شوف كي داير التويب ديالها، ممتاز. هادو كلهم يعني متوفرين، موجودين عند متجر الهدى، سواء هنا سواء في طنجة، متوفرين. اللي بغى شي لون يسكرينيه ويعطينا الطول ويعطينا العرض من طبيعة الحال. شوف اللون كي داير، مترو 42 كذلك، شوف هذا التوب ممتاز، بنازل بارد،
سبحان الله العظيم. هذا التوب رقيق مترو 29، الا كاين شي واحد فيه مترو 32 او مترو 34، هذه مترو 31. شو هذا التوب كيداير؟ ممتاز، اتواب جديده فخمه راقيه مخدومه باليد، شي حاجه اللي كتحمر الوجه بطبيعه الحال. متجر الهدى معروف بالشفافيه ديالو، معروف بالاتقان ديالو، معروف بالوضوح، كحال كحال بيض بيض. اللي بغى شي لون يسكرينيه ويصيفط لنا الطول والعرض من طبيعه الحال، او يصيفط لنا الطول الاجمالي زائد الوزن. هذا الشيء غير قليل من الكثير، كاين بزاف ديال الالوان وبزاف ديال الانواع اللي هما وفينا هما، ما استطعناش نصور لكم كل شيء باش ما يجيش الفيديو كبير من طبيعه الحال. تحيه لكم، مرحبا بكم، اللي بغى شي لون يسكريني ويصيفط لنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.